مكان يا مكان، في سالف العصر والأوان. يحكى أنه في مدينة جميلة على ضفاف شاطئ هادئ، كان يسكن تاجر مشهور، ولم يكن يكدر صفو حياته إلا ابن له، كان دائم التذمر والتعاسة رغم ما كان يفعله الأب لأجله. ذات يوم حكى لأحد أصدقائه عن حال ابنه الوحيد، وقد كان هذا التاجر معروفا بحكمته. دخل الشاب على الحكيم وقال: جئتك يا سيدي لتعلمني معنى السعادة. فرد الحكيم: خذ حفنة التراب هاته، واحرص على أن لا يراها أحد وأن لا تضيع منك، ثم خرج وتمشى بين جنبات البيت وعد إلي بعد ساعة من الآن. خرج الشاب وهو حريص على تنفيذ ما طلب منه، وجاب بين جنبات البيت وطاف بكل نواحي المنزل، وكلما رأى شخصا أو سمع حركة اختبأ خوفا من أن يرى حفنة التراب التي أمره الحكيم بإخفائها. وبعد ساعة عاد إدراجه، فسأله الحكيم: أخبرني ماذا رأيت؟ أجاب الشاب: لم أرى شيئا. ابتسم الحكيم وسأله: ولماذا يا بني؟ فرد الشاب: لأنني كنت مركزا طول الوقت على حفنة التراب خوفا أن يراها الناس، ومع ذلك نجحت الريح في نثرها من بين أناملي. قال الحكيم: لا بأس، ارجع وانظر حول جنبات البيت وعد إلي. رجع الشاب واستغرب من جمال الحديقة المحيطة بجنبات البيت المليء بالأزهار والورود المتنوعة الألوان والأشكال، وتساءل كيف أنه لم يرها منذ البداية. وهنا عاد إلى الحكيم وهو في قمة السعادة، منبهرا بما رأى، لأنه فهم الحكمة. فقال له الحكيم: يا بني، نحن نعيش في هذه الدنيا وحولنا الكثير من النعم، ولكننا لاعتيادنا عليها أصبحنا نغفل عنها ولا نقدرها، أو لأننا ننشغل بهمومنا وصغير ما في أنفسنا. يا بني، سر السعادة يكمن في شكرنا للنعم والامتنان بها، أما ما يلم بنا من هموم وكروب فهي كحفنة التراب، مهما حرصت عليها ستتناثر وتدروها الرياح. فلا تكن أنت يا بني حفنة التراب. سر السعادة يا بني تقدير النعم وشكر المنعم، وبهذا ستحيا حياة هنية. أتمنى أن تكون القصة قد أعجبتكم، وسنعود إليكم في قصص أخرى من قصص الزمن الجميل.